أيضا على أنه خيار استراتيجي لنا جميعا. المرحلة صعبة والتحديات دقيقة، لكن لا نستطيع إلا أن نستمر في العمل مع شركائنا في المجتمع الدولي مثل الاتحاد الأوروبي ومع أشقائنا العرب والفلسطينيين من أجل التقدم باتجاه إيجاد أفق جديد لتحقيق السلام الذي يجب أن يكون عادلا ويجب أن تقبله الشعوب حتى أن يكون شاملا. تحدثنا بشكل عام أيضا حول الأوضاع في سوريا وفي العراق وفي المنطقة بشكل عام، ونحن متفقون على أننا لابد من أن نستمر في العمل بكل ما نستطيع من أجل أن نجد حلولا سياسية تنهي الصراعات وتساعدنا على تجاوز التحديات وتحدد وتحقق الأمن والاستقرار والسلام الذي نريده جميعا. فمرة ثانية أرحب بمعالي سيد بوريل، وهو في الأردن بين أصدقاء ويبني على في المحادثات على شراكة قوية متينة صلبة، مصممان معا على أن نأخذها إلى آفاق أوسع من التعاون إن شاء الله. فشكرا لكم، أهلا بك. It's great to have you, Joseph, again. أنا أستقبلك، أنا أستضيفك سيد جوزيف. Cannot speak Arabic. You can speak in English. يمكنكم التحدث باللغة الإنجليزية. First of all, I would like to thank Mr. for this warm welcome. This is my first in my capacity as High Representative for the Foreign Policy of the European Union, and I wanted it to be here in Jordan to showcase our strong partnership. لأبرهن عن العلاقة الوثيقة الثنائية التي تجمعنا بصفتنا شريكين أو شركاء. نستمر في الوقوف إلى جانب الأردن في الأوقات العصيبة، not least because of the regional situation في هذه الأوضاع الراهنة التي تواجهها أو الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الأردني. منذ العام 2011 تمت تقدمنا 2.8 مليارات من الدعم المادي للأردن من أجل لمساعدتها في تحقيق الاستقرار، ونحن نقدر كثيرا الدور الهام الذي تلعبه الأردن في تحقيق الاستقرار في المنطقة. نحن نبدأ العام العاشر تقريبا للأزمة السورية التي لا تزال تتفاقم مع الأحداث في إدلب، حيث الآلاف من المدنيين، عشرات الآلاف من المدنيين ينزحون بسبب القذائف التي التي يواجهها النظام. نحن نتحدث عن 4 ملايين نسمة، بمن فيهم مليونين من الأطفال. فإن الأردن تقدم دعما مستمرا للاجئين السوريين. هناك 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن، والاتحاد الأوروبي يبقى ملتزما في دعم الأردن في هذه المسألة. لهذا حددنا مبلغا لدعم الأردن في مسألة اللاجئين. أتوجه إليكم بالشكر إن خطة السلام الأمريكية في هذا الإطار. نحن الأردن والاتحاد الأوروبي نحن على يقين بأن الأزمة الفلسطينية هي الأكثر تعقيدا في تاريخ البشرية. التاريخ أو 50 عاما الماضية برهنت أن لا خطة سلام لديها أو يمكنها أن تنجح، ولإيجاد حلا مستداما
من شأنها أن يرسي السلام في المستقبل لابد من التعاون بين الطرفين. الاتحاد إن الخطة الأمريكية تطرح عددا من التحديات بخاصة فيما يتعلق بنقطة قيام الدولتين متعايشتين بتفاهم وسلام. الأردن تلعب دورا مميزا في الجهود الرامية إلى حل الأزمة بما في ذلك مسألة القدس والأماكن المقدسة، ونحن نتشارك الالتزام بقيام دولتين باحترام بتوافق مع القانون الدولي. لقد تناقشنا مع الوزير أيضا مسائل أخرى إقليمية بخاصة الاتفاق الإيراني أو الاتفاق مع إيران في الخليج والتهديدات التي لا زالت تواجهها المنطقة بسبب داعش. سوف نستمر في التناقش في كل هذه المسائل، وأنا متأكد من أن التزامنا سوف يحقق نتائج إيجابية. لا يمكننا أن نقول أن الحلول لن تنجح، بل لابد أن نتفائل لحل هذه الأزمة طويلة الأمد. شكراً. مشاهدينا، كنا نتابع مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأردني وجوزيف بوريل مسؤول سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وتناول هذا المؤتمر عدة نقاط، والحديث عن نقاط منها الصعوبات التي تواجه الأردن وأنه مقدر للدور الكبير الأردني في السعي لاستقرار الشرق الأوسط، وتحدث أيضا عن مشكلة اللاجئين السوريين ومسألة الخطة الأمريكية.